بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، التواصل يستمر والانطلاق شوطا تلو الاخر، انطلاقه موفقه انطلاقه شوطنا الخامس من ضمن هذه الانطلاقات التي تاتي التي خصص هذا الشوط للابكار لسن الاذاعه المحليات الاصايل لابناء القبائل. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. ومسافتنا مشاهدينا الكرام هي المعتادة الخمسة كيلومتر. نذهب مباشرة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول ومع فرحة في مقدمة الشوط. تعود الملكية لراشد بن ناصر بن محمد آل حباب الهاجري من تاتي بمقدمة هذا الانطلاق. ننتقل مباشرة إلى وبرة في ثاني المراكز لعبد الله بن راشد بن عبد الله الاكتبي من تاتي في ثاني المراكز في هذا المسار. الدور دور المركز الثالث، وأرى القدوم هنا من تأتي في ثالث المراكز، مياسة محمد بن راشد بن سالم بن دغيش الاكتبي من تأتي على المركز الثالث. رابع المراكز وصول من مصيحة أحمد بن غانم بن علي المنصوري من تتواجد مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول من الذيبة لبخيت بن سالم بن مبارك المنهالي من تنضم مع المركز الخامس. ننتقل مباشرة إلى سادس المراكز، وأرى الوثبة لسيف بن عبيد بن غنام المزروعي من تأتي على المركز السادس. المركز السابع وصول مشاهدين الكرام في هذه اللحظات من تنضم دمعة راشد بن سعيد بن علي الزرعي تأتي على المركز السابع. المركز الثامن تواجد مشاهدينا الكرام من هدى لمحمد بن سعيد بن منانة من يتواجد مع المركز الثامن. المركز التاسع وصول من حشيمة لمكتوم بن الشيبة بن علي السبوسي من تاتي مع المركز التاسع. المركز العاشر مشاهدين الكرام، يا سلام، هنا مصيحة عبيد بن مسلم بن عبيد الدرعي للمركز العاشر، النداء الأول لهذا المسار. أكملنا كاملا العشر المراكز الأولى المتقدمة، كملها كاملا مكمل. نعود مع البداية، نعود مع مقدمة الشوط، ومن تحمل الرقم واحد هي تتواجد في مدرج واحد، وبر لعبد الله بن راشد بن عبد الله الاكتبي بقيادة هذا الشوط بمقدمة الشوط على الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني الانضمام هنا من دمعة راشد بن سعيد بن علي الزرعي من تتواجد مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول من مصيحة أحمد بن غانم بن علي المنصوري تنضم مع المركز الثالث. المركز الرابع أرى فراحة لراشد بن ناصر بن محمد آل حباب الهاجري من تنتقل إلى المركز الرابع. المركز الخامس وصول مشاهدين الكرام من الهذيبة بخيت بن سالم بن مبارك المنهالي من تصل إلى المركز الخامس. المركز السادس أرى من تغير من مركز إلى مركز، حشيمة لمكتوم بن الشيبة بن علي السبوسي مع المركز السادس. المركز السابع وصول هنا وصول مشاهدينا الكرام من قيادة محمد بن مسلم بن الزفنة العامري، وأول إذاعة لقيادة تتواجد مع المركز السابع. المركز الثامن أرى الانضمام هنا من الوثبة سيف بن عبيد بن غنام المزروعي. الكل بدأ يحرك، الكل بدأ يتقدم، الكل بدأ ينطلق. هنا وصول من مصيحة عبيد بن مسلم بن عبيد الدرعي، يا سلام، الأداء مميز والعروض مميزة في هذا الشوط. ولكن إذا سألتوا عن القيادة فإن التواجد وبرة مع قيادة الشوط ما زالت مسيطرة بمقدمة الشوط وبالمركز الأول لعبد الله بن راشد بن عبد الله الاكتبي. هي مع القيادة، هي مع المقدمة منذ الانطلاق وهي تسيطر بمقدمة الشوط. ولكن الزرعي على ثاني المراكز، هنا دمعة راشد بن سعيد بن علي الزرعي من تاتي مع المركز الثاني. المركز الثالث مصيحة أحمد بن غانم بن علي المنصوري، وصول هنا من فراحة لراشد بن ناصر بن محمد آل حباب الهاجري. فرحة مشاهدينا الكرام تتواجد مع المركز الرابع، يا سلام، هذا العروض المميزة في هذا الشوط. نعود مع المقدمة، نعود مع وبرة ما زالت مسيطرة بمقدمة الشوط. وبرة مشاهدينا الكرام ودمعة في صراع
الأقوياء بمقدمة الشوط بالمركز الأول، وبرة لعبد الله بن راشد بن عبد الله الاكتبي، وأيضا الزرعي دم على تقل أهمية، راشد بن سعيد بن علي الزرعي غيرت الأمور، غير الزرعي انتزع المركز الأول، انتزع الصدارة في هذا المساري والانطلاق. المركز الثالث وصول هنا من مصيحة أحمد بن غانم بن علي المنصوري، أراد تقدم هنا مشاهدينا الكرام، الوصول في هذه اللحظات الكل بدأ يتقدم، ولكن مشاهدينا الكرام قيادة محمد بن مسلم بن الزفنة العامري قادمة بكل قوة مع المركز الرابع، وأيضا وصول من الشاهنية سالم بن حمد بن قرين العامري ما يبناه طاري إلا في هذا الموقع. نعود مع الزرعي مع مقدمة الشوط، دمعة 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 هي مع المقدمة، هي مع القيادة، تعود الملكية مشاهدين الكرام يا راشد بن سعيد بن علي الزرعي مع مقدمة الشوط. المركز الثاني مصيحة أحمد بن غانم بن علي المنصوري، وبرة لعبد الله بن راشد بن عبد الله الاكتبي، القادم أحلى يصل مشاهدي الكرام سالم بن حمد بن قرين العامري، الكل بدأ ينطلق، الطموح الفوز، الطموح الانتصار، الطموح الناموس، ولكن دمعة ما زالت مسيطرة إلا الخوف والخطر من الشاهنية سالم بن حمد بن قرين العامري. دمعة والشاهنية، الشاهنية ودمعة، لمن الفوز؟ لمن الناموس؟ غادر الدمعة، انطلق الدمعة، آدت الفوز لهالي السلطنة، واسعد الله صباحك يا الزرعي يا مالك دمعة راشد بن سعيد بن علي الزرعي، سلام يا السلطنة، سلام على هذا الأداء المميز. المركز الثاني اللي وصلت شاهنية سالم بن حمد بن قرين العامري، المركز الثالث مصيحة، المركز الثالث، المركز الثالث على ما اعتقد مصيحة احمد بغارب بن المنصور، المركز الرابع وبر عبد الله بن راشد بن عبد الله الاكتبي، المركز الخامس وصلت حشيمة مكتوم بن الشيب السبوسي. هكذا كان التحدي والإثارة، ولكن دمعة من تهدي الفوز أهالي السلطنة، وتهدي مالك راشد بن سعيد بن علي الزرعي، أسعد الله صباحك يا مالك دمعة على هذا الفوز والانتصار. 7:53 ثمانية من الأجزاء، تهانينا والناموس لمالك دمعة، تعود الملكية لراشد بن سعيد بن علي الزرعي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني مشاهدين 7:55 جزئين من الثاني اللي وصلت في المركز الثاني للشاهنية سالم بن حمد بن قرين العامري. أما المركز الثالث كان من نصيب مصيحة أحمد بن غانم بن علي المنصوري، قطعت المسافة في زمن وقدرة 7:57 وفاء وكمالا. تهانينا والناموس للجميع. الفائز